أصحاب الفخامة والسمو، إن استقرار وأمن العراق الشقيق ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها، وواجب علينا دعم الأشقاء في العراق لتمكينه من التقدم نحو المزيد من الاستقرار والإنجاز والعودة إلى دوره الرئيسي في محيطه العربي. أما بالنسبة للشقيقة سوريا، فلا بديل عن عمل جماعي لإيجاد حل سياسي يشمل جميع مكونات الشعب السوري ويحفظ سيادة سوريا ووحدتها أرضاً وشعباً، ويكفل العودة الطوعية الآمنة للاجئين. وكذلك لا بد من حلول تعيد الأمن والاستقرار لأشقائنا في اليمن وليبيا، فالاستقرار شرط للمستقبل المشرق الذي نريد، وعلينا جميعاً تقع المسؤولية في حل أزماتنا العربية.